كتير منا بياخد الرياضة والأكل الصحي كفترة مؤقتة ما بتكون من الأشياء الأولوية بحياتنا، بس لأمتى رح تضلك هامل حالك وصحتك؟ ما بتعرف قد هذا الأكل خطر على الجسم والأمراض يلي بتسببها. مثل ما بتهتموا لمظهركم الخارجي تختاروا أحسن الأنواع. ليش بس الأمر يتعلق بصحتكم تختاروا أسوأ أنواع الأكل؟ حرام تكون بعدك بعمر صغير، لياقتك ضعيفة، بتتعب بسرعة من أبسط الأمور، كل هذا بسبب سوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة. الخيارات ونمط الحياة يلي رح تعيشه حاليا هو رح يحدد صحتك وحياتك كيف رح تكون بعدين بس تكبر. رح تكون صحتك منيحة وتعيش مرتاح، أو رح تكون عم تعاني من الأمراض وعايش على الأدوية. خذ القرار، اختار نوعية أكل فيها غذاء جسمك يستفيد منها. غير نمط حياتك. غير نظام أكلك. بلش أعمال رياضة. ليش نحنا بدنا ننطر لحتى نكبر ويصير معنا أمراض لحتى نبلش ننتبه على صحتنا؟ ليش عم نتجنب هذا الشيء قبل بوقت؟ بغض النظر عن عمرك لازم تبلش تغير حياتك، جسمك وصحتك لهم حق عليك وهني أغلى شيء عندك.